صلوات وقداديس عمت كنائس دمشق القديمة احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، لتصدح كنائس سوريا بالابتهالات والعظات المبشرة بالعيد، حيث أقامت كاتدرائية مار أنطونيوس مطرانية دمشق المارونية قداس العيد الاحتفالي بحضور المطران سمير نصار ولفيف من المؤمنين. أنا نصلي اليوم حتى ربنا يرجع المصالحة وترجع اللقاء بين جميع السوريين يلي افترقوا بهالأحداث، ترجع فعلا سوريا أم للكل، تجمع جميع أبنائها حول مشروع الوطن، حول مشروع السلام وإعادة البنيان. هاي تمنياتنا وهيدي صلاتنا بهالعيد المبارك، وإن شاء الله كل عيد وأنتم بخير. نرجو دوما أن ندحر الشيطان وأن نقف سدا منيعا ضد هجمات وغوائل المفسدين في الأرض، وأن يتحقق السلام في ربوع سوريا الحبيبة، ونحن نشهد تباشير هذا السلام منذ مدة قريبة، ونأمل أن ينبلج فجر جديد على سوريا العزيزة. أمنيات كثيرة حملها السوريون للوطن الأم سوريا بعودة الأمن والسلام لربوعها. إنه يعم السلام بسوريا ونبدل كل الأسلحة بورود. سوريا بخير، أنا مطمنة ومندي خايفة أبدا، والحمد لله، والرب يسوع يحمي سوريا وشعبها وجيشها ورئيسها والكل، وننتصر أكبر انتصار وناخد سوريا كلها. البقيان هالشغلات الصغيرة، وكنت بتمنى من الرب يسوع فعلا يخلقني رجال لوقف على الحدود ودافع عن سوريا وانتقم من هالتخريب اللي حصل. من نكون هلأ في هذه المعارك مع الأبناء والأحفاد كي ننتصر معا، ونحن إن شاء الله منتصرين بالقيادة الحكيمة وبرجالنا الأوفياء لهالوطن. وما فينا نقول كأبناء طائفة مسيحية إلا من سامح من جنى على نفسه وعلى وطنه في هذه الحرب. أمنيت أن يحل السلام بسوريا ويرجع الأمن والاستقرار. إن شاء الله تكون ميلاد مجيد سوريا. أتمنى إن شاء الله يكون عيد مبارك على سوريا كلها، ويرجع الأمن والسلام، ونرجع نعيش كلياتنا السوريين بفرح، ويرجعوا الأطفال بسوريا يحسوا بالأمان اللي كنا نحسه من قبل، وإن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالخير. نطلب من الرب هيك ومن يسوع المولود، نطلب إنه هو ملك السلام، يصير سلام يعم البلاد كلها، مو بس بلدنا، كل الدنيا إن شاء الله يصير فيها سلام. سوريا مهد الحضارات والديانات السماوية، كانت وستبقى بوصلة العالم للسلام والمحبة.